ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى أكثر من 2862 شخصا إضافة إلى 2562 إصابة هذا وقد انضمت فرق إنقاذ من عدة دول لجهود البحث المغربي عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قوته بمقياس ريختر 6.8 درجة خيام منتشرة ومشردون في أماكن كثيرة ورجال إنقاذ يواصلون محاولاتهم للعثور على ناجين أو جثث للضحايا، هذا هو الوضع في المغرب بعد أيام قليلة على كارثة الزلزال الذي خلف وراءه دمارًا كبيرًا، وبعد الكارثة ظهر التضامن الكبير من العديد من الدول مع المملكة المغربية، وفي أحدث تطور انضمت فرق إنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر لجهود البحث عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقه جبال الاطلس الكبير وبلغت قوته 6.8 درجه وكان مركز الزلزال المدمر على بعد نحو 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش حيث تضررت بعض المباني التاريخيه في المدينه القديمه المدرجه على قائمه اليونسكو للتراث العالمي كما تسبب الزلزال في اضرار كبيره لمسجد تاريخي يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي بعد جهود الإغاثة الأولية ظهرت مخيمات في بعض المواقع حيث قضى بعض الناجين الليلة الرابعة في العراء وعلى الجانب الآخر أكد الجيش المغربي أنه يعزز فرق البحث والإنقاذ ويوفر مياه الشرب ويوزع الأغذية والخيام والأغطية تكاتف كبير يسيطر على المشهد في المغرب في محاولة لاحتواء الك. والتقليل من آثارها على الناجين